نحتفلش. علاه ما نحتفلش؟ على خاطر احنا في ليلة القدر ما نحتفلوش بها، في رأس العام العربي ما نحتفلوش بها. فهمت؟ رأس العام هو متاع نحن ونخدموا به، لكن هاك المصروف تو بصيرتو الغلا والكوا، فهمتني؟ دونك الواحد لازم يعمل فران شوية باش الدنيا تتقدم شوية والشعب يتقدم شوية وتقف البلاد تنهض شوية. فهمتني؟ يعني انتم عندكم ليلة عادية ديتو. عادية نطيبوا شوية اللي يكتب من ربي ونتعشاو، فهمتني؟ عسلامة. تحتفل برأس العام؟ اي نحتفلوا كيما العباد الكل، كيما الناس الكل نحتفلوا. عاده تونسيه والله نحتفلوا بيه لما عائليه، فهمتني؟ مع العائله الكل تتلم مع شويه جاتو، فما نطيبوش حاجه هكا كيما ملوخيه دجاج حاجه كيكه لما عائليه. برأس العام شكون دبر عند شكون؟ عندك انت ولا عند مدام؟ لا انا خاتيني دبر عند موما. هو يطيبوا لي حب ملوخيه يا دجاج يا جاتو، ناخذ شويه جاتو مع العائلة كلها تلموا في الدار. خبز القاتو عليك انت ولا طيبها المدام؟ لا خبز القاتو علينا. ناخذها خبز القاتو حق معناها بقل واحد جوج ما بقل ناخذها حاضرة. قلتي أقل تكاليف؟ أقل تكاليف ناخذها حاضرة. تحتفل؟ قول لنا تحتفل أنت برأس العام؟ نحتفل. أي كيفاش؟ احكي لنا كيفاش تحضيراتكم، كيفاش تحتفلوا؟ نعملوا خبز القاتو ولا نشريوه؟ أي ونعملوا دجاج محشي بالفاكهة. ويا لا دندا اللي عنده واللي ما عندوش دجاج محشي بالفاكهه، فهمتني؟ هكا هو في المجاري وكيب بريك والقطو هذاك لازم من باش نجي في فرحتك يعيشك. تتلموا في الليل هكا؟ نتلموا العائله الكل نسهروا للصباح، فهمتني؟ كي كل عام كي كل عام. حتى قبل يعني تحتفلوا بيه كيما هكا؟ نحتفلوا بيه ملي تخلق راس العام، ندخلوا في راس العام جديد، فهمت؟ ان شاء الله كل عام حيين بخير. تحتفل انت براس العام؟ كنت نحتفل بنيتي كي ولدي مات السنه ما نعرفش ما ينوب رب. ولدي كان يصرف عليا ويجيب لي، مات ولدي خلاني حزينك زينه والله، قعدت وحدي انا احتفلش باش نحتفل، ينوب عليا ربي بنيتي. هذاك كيفاش كنت تحتفل قبل؟ كان ولدي يشري لي دجاجة روتية، يجيب لي خبزة جاتو، يجيب لي كل شيء، قلوب كاكاوية الحقيقة، نصر أنا وياه حتى نص الليل، نقصوا خبزة الجاتو، ناكلوا نتعشاو، وهكا مشى ولدي والله خلاني حزينك زينة والله والله، أنا عاد عندي حد. تحتفل أنت برأس العام ولا؟ والله الاحتفال ممكن يكون ولكن يكون حاجة بسيطة، يعني فهمتي كيفاه؟ أنا كوني تزيري متواجد في تونس، الشيء اللي نقدر نقدمه أنا تهاني الحارة للشعب التونسي، يعني كشقاء وإخوة، وحتى الشعب التزيري كذلك. نتمنى لهم إن شاء الله 2022 تكون بالخير علينا، ويروح البغض والحقد من بعضنا بعض كدولة مسلمة أو كدول مسلمة أو كعرب مسلمين. كيفاش تحتفلوا بيه انتم؟ On envoie des petits messages ou là on va essayer de contacter des familles. نتمنى لهم السعاده والهنا ان شاء الله. في الليل السحريه كيفاش تحتفل؟ تشري جاتو كيف نحن من الدوانسه؟ الجزائر والله فما كاين اللي يشري دي كادو دي جاتو، كاين اللي يمد دي كادو زاده، وكل واحد وكيفاش. انا بالنسبه لي ما نشريش يعني بكل صراحه. علاش؟ معون كوني بحكم الخدمه نتاعي نتنقل شويه، ما عنديش وقت شويه، فهمتي كيفاه؟ احتفلت براس العام؟ بيان سور احتفل به وكل عام. كيفاش تحتفل به انتم؟ مثلا توا في تونس عملت ممكن ريزرفاسيون في الحمامات. أي. حمامات السيود ونحب نتفرج في المطربين التوانسه. يعني ما تعديش في الدار، تعدي البر. والله ايش نقول لك، عملناه عديته في الدار على خاطر الكورونا المرض وكل شيء. اثناء والله من البارح مشيت نعمل في ريزرفاسيون وكل شيء، شيء يخوف من الكورونا وكهو. لقينا لي طابل اما فيهم 6 بيرسون للطاوله والا 4 بيرسون، هذاك مخوفني شوي، اما نورمالمون ان شاء الله نعديه غادي. والله نحتفل بيه، نبدا نستقبل عام جديد كما اي تونسي كان، نحبوه بالفرحه، نتمنيو الخير لتونس، نتمنيو كل ما حلو لتونس، نتمنيو زاد موجات ايجابيه نعديوها للتوانسه الكل، عشنا برشا تعب، نتمنى برشا فرحه لعام جديد، نودعوا عام قديم بكل هم وبكل احزان، ونستقبلوا عام الكل فرحه والكل احساس حلو
ونهني التوانسه الكل. انا مسافره غدوه ما ينساش، نتمنى لبلادي الكل الفرحه والخير يا ربي. انا نحتفل بيه، نطيب حاجه حلوه، نطيب المالح ونطيب الحوت، ديما عندي رزق نحتفل بها كيكه في الجانب هذا. نتلموا ونعملوا جو ونطيب كل ما هو حلو وكل ما هو مالح كيما عديت اي عائله تونسيه. والله نحتفل على شلال، يعني هي عادة ما يعني ماهيش يعني فيها أمل للمواطن التونسي، ولو يعني نحتفل لي. كيفاش تحتفل به في الدار؟ نحتفل به في الدار لأن أصبحت خبز القطو وليت مجبورة على المواطن، خاصة كي تبدأ عنده صغيرات وكي تبدأ عنده مرأة يتلموا في الدار، وشوي فاكهة شوي حلويات كما رأس العام العربي، يعملوا أكل ملوخية باش يطلع العام أخضر، يأكلوا القطو ولو هي عادة راهي ما عندهاش علاقة بالواقع. برشا يعملوا يضرب كعبة قطو ترسيله في بودفة، ولا يعني ماهيش خيال، كله خيال، ماهيش علاقة بالدين، لا عندها علاقة لا بالدين ولا بالواقع التونسي. لما تحتفل برأس العام؟ اي نحتفل كالناس الكل بطبيعه. كيفاش تحتفل بيه؟ كيفاش تحضروا له؟ كيفاش تستقبلوا عام جديد؟ والله نحضروا له تحضيرات بسيطه، ما انا مش كبيره، بون انا كل حاجه كبيره كالعاده، خبز القطو والدجاج والحلو كالعاده، ولما نتاع العائله فهمتني، وكمعناها يا تكون العائله المصغره والا الكبيره ان شاء الله. خبز القطو طيبه في الدار ولا تشريه؟ والله نطيبه في الدار، الحق نتاع ربي نطيبه في الدار. اعطينا المنيو ترا خلينا نسرقوا عليك. هي المومو المنيو معناها حاجه سريه. اعطينا السر. اي سر، سر حاجه بنينه بطبيعه الحال. اللي هي كيما نعملوا مثلا، نعملوها ساعات بالبوفريوه، ونحضروا كيما العاده كل كريم شونتي وكل جينواز وبطبيعه والجازوز وكل الملح. نعملوا سالي، نعملوا طاجين، وشنو اخر، ودجاجه بطبيعه الحال هذيك ديما موجوده. سنين عاد بالعظم العربي، وسنين بطبيعه الحال فماش عظم، بالعظم العربي. بالعظم العربي ان شاء الله. مش غاليه بالعظم العربي؟ لا الناس فلاحه ان شاء الله. عايشك وان شاء الله كل عام حيين بخير، وان شاء الله يا ربي تونس بخير ان شاء الله. عايش. قول لنا كيفاش تعاود لو انت الغداء في راس العام؟ انا شويه وانا نحط رجل على رجل ونستنى. يعني انت عليك في البيت؟ هذاك هو، انا نشري من بعد عليا بالماكله، ما تحضير هي والعزوزه ربي يفضلها ربي يطول في عمرها، هي وامي تحضروا كما كل عام كما الناس كلنا. عندنا سهريه لبرا، لا نخرج لبرا، وحدنا في الدار شيخين بالطبيعه نتلموا كما ما خير، نقعد بحذ امي ولا نطلع نمشي نهمل البر بحذ امي، هذيك الدنيا الكل هاكي سهرتي برا كما كل عام، هذيك هي سهرتي حذا العزوزه ربي يفضلها ربي يطول في عمرها، وحذا بابا زاد هكا، ولا نطلعوا ولا نمشيوا لبرا. يعني الجو وقت ان شاء الله ربي يطول في عمر رومي وبابا، ان شاء الله تونس تتفرهد، وان شاء الله نحن تتفرهد علينا خدمة النهار، ربي يحلها في وجوهنا الناس الكل زاد وكاو. تحتفل براس العام؟ والله ان شاء الله كي ايها الناس فهمتي، حسب الظروف هي تجي مره في العام بطبيعتنا الناس الكل تحتفل. والله عائلية فهمتني، انا والوليدات والمدام كأيها الناس. كيفاش تشريو قاتلو؟ طيبوا في الدار؟ شنو نشري عشاء عادي معناها كالعادة، قاتلو بالطبيعة يا مرة موسم فهمتني، هذاك هو. يعني أنت تعاون المدام كان تجيب خبز القاتلو؟ هذاك هو شحال بينا معاه بالطبيعة. نجيب خبز قاتو، هي تحضر في الدار، بون عشاء عادي نورمال، شوي سهريه في الدار على التلفزه مع الوليدات وكاهو. شكرا لك. عايش بارك الله فيك. شكون تهدي يا والله نهديه للشعب التونسي الكل، ان شاء الله مبروك علينا، وان شاء الله عام فهمتي خير من 2021، خاطر الناس الكل تمست فيها 21، سواء بالوفاه، سواء بالكوفيد، سواء بالمرض، سواء من الامور الماديه، الدوله بكامله فهمتني تمست، الاقتصاد تمس، ان شاء الله مبروك علينا 2022. مبروك على الأمة الإسلامية الكل. قول لنا تحتفلوا براس العام في الدار؟ بالطبيعة نحتفلوا كي أي توينسة، الناس الكل بالطبيعة معناها باش تحتفل بيه، فما عباد لي
ما تحتفلش بيه، تقول لك راس العام واش نتاعنا نتاع فرنسا وكجموع، فهمتني؟ نحن نحتفلوا بيه مع الدار مع العيلة، ضحكة فرحة، نتلموا عيلة كاملة، نشريوا جاتو، الطاولة تبدأ لامة كيما حلينا، نضحكوا نلعبوا، لا فما لا قلق لا حتى شيء، حتى كي نخرجوا نعملوا دورة مع بعضنا، فهمتني؟ أو كمل هنا وغادي نقعدوا مع بعضنا، ذيك راس العام البي، فهمتني؟ مش واحد مش انقل من هنا ومن هنا، فما عباد تقول لك ليه راس العام ماهوش نتاعنا وربي ما قالش بيه، فهمتني؟ تعدي في الدار ولا تخرج تعدي للبرة تعديها؟ ليه انا اخويا نعدي مع الدار مادام امي حيه مازلت على راسي وعيني، نقعد مع امي الغاليه، نزيد نقرب لها اكثر مادام هي حيه بجنبي، نزيد معناها فهمتني نقعد بحذي علاش خارج مادام امي بتبيع، علاش خارج انا باش نخرج لبرا شنو باش نعمل، فهمتني؟ نقعد مع الدار، حتى كي مش نخرج ديما مع امي، فهمتني؟ نخرج لا مع صاحبتي لا شيء، نخرج مع امي نتفرهد انا وياها مادام امي مازالت حيه على راسي وعيني، فهمتني؟ هكا مع العيله ديما راس العام تعدي مع عيله، فهمتني؟